الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. يتجدد لقائي بكم أحبتي الكرام ومشاهدي الأعزاء. اليوم إن شاء الله عز وجل وبحوله وقوته حاتناول قضية ربما شغلت الكثير. هذه القضية متعلقة بالأمراض الروحية والأمراض العضوية، بمعنى هل الأمراض الروحية لها علاقة مباشرة بالأمراض الروحية؟ ولما نقول طبعا الأمراض الروحية نقصد السحر، المس، العين، الحسد، هل لها علاقة مباشرة بالأمراض العضوية؟ ولما نقول الأمراض العضوية نقصد الأمراض الفتاكة التي يعجز الأطباء أن يجدوا لها علاجا ناجعا يستأصل شافتها، منها كأمراض السرطانات وأمراض الكبد الوبائي، وكذلك أمراض الفشل الكلوي وأمراض السكر وأمراض الضغط. كل هذه الأمراض هل لها علاقة مباشرة بالأمراض الروحية؟ إن شاء الله عز وجل هذا اللقاء سنبين فيه بيانا وافيا شافيا كافيا بالآثار والنصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولأنه يا أخواننا القضية خطيرة، وهذه الأمراض كثرت وأصبحت تفتك بالناس. ما يمر علينا يوم إلا ونسمع أن فلان أصيب بالمرض الفلاني، وأن فلان مات بالمرض الفلاني، والعياذ بالله، حمانا الله إياكم. وما اتفق عليه طبعا الجميع أطباء وغيرهم أن هذه الأمراض ليس لها دواء بالاكتشافات، يعني بالعلم التجريبي. لكن نحب نطمن المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله عز وجل من داء إلا وأنزل معه دواء. ما أنزل الله عز وجل من داء إلا وأنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي رواية أخرى يقول: لكل داء دواء إلا الهرم، وفي رواية إلا السام. الهرم هو الكبر، والسام هو الموت، يعني لا يوجد علاج للموت ولا يوجد علاج للكبر، أما غير ذلك فله علاج. وينبغي كذلك على المسلمين أن يعتقدوا اعتقادا جازما لا شك فيه أن كلام الله عز وجل شفاء من كل داء. كلام الله عز وجل شفاء من كل داء، لأن الله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ومن الخطأ أن نعتقد أن القرآن هو علاج للأمراض الروحية فقط، وهذا خطأ كبير. القرآن علاج للأمراض الروحية والأمراض العضوية، لأن الآية عامة. الله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن، من دي أخوانا ما تبعيضية، يعني ما بعد القرآن، إنما هي لبيان الجنس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى يقول: كنت ذاهبا إلى الحج، في طريق إلى الحج، طبعا كان هو في الشام، قال: نحن ماشيين إلى الحج، قال: فأصبت بداء عضال، فخشيت منه الهلاك، يعني خشي إني يموت، لأنه كان مرض صعب جدا. فقال: فكنت أقرأ سورة الفاتحة في الماء وأشرب، أقرأ سورة الفاتحة في الماء وأشرب حتى شفيت شفاء كاملا. فيقول بعد ذلك: فكنت، فكل من كان يشكي أي داء، فيجي ابن القيم يقول له: يا شيخ، أنا والله مريض، عندي كذا كذا. ابن القيم ما يوصف، ما يقول له إلا: اقرأ سورة الفاتحة في الماء وأشرب، اقرأ سورة الفاتحة في الماء وأشرب. طيب، اتفقنا على أن القرآن علاج للأمراض العضوية والأمراض الروحية. بقي أن نجيب على سؤال الحلقة، وهو: هل الأمراض العضوية لها علاقة مباشرة بالأمراض الروحية؟ طيب، حنجيب على الكلام ده، ودارك تنتبه. الله عز وجل يقول في القرآن في سورة الفلق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. يا محمد، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. النفاثات في العقد، طبعا المقصود بها إشارة إلى السحر. ثم قال: ومن شر حاسد إذا حسد.
يقول الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى: أمر الله عز وجل بالاستعاذة من كل الشرور، فقال: من شر ما خلق. وجعل خاتم ذلك الحسد تنبيها على عظمه وكثرة ضرره. خد خطين تحت قول الإمام القرطبي، خطين تحت قوله وكثرة ضرره. طيب نرجع للأحاديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يموت من أمتي بالعين، أكثر ما يموت من أمتي بالعين. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر يقول: العين حق، العين حق، بمعنى الإصابة بالعين حق، وهي واقعة لا محالة، بمعنى أن العين مؤذية وأن العين ممرضة، العين حق. ثم يقول: ولو كان هناك شيء سابقا القدر لسبقته العين لقوتها وشدة نفاذها، بمعنى أن العين أو العين تصيب والعين تؤذي والعين تمرض، وهذا الضرر يا أخوان الذي يقع من العين على البدن أو على النفس هو ضرر محقق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العين حق. حتى ما يأتي أحد ينكر أن العين توقع الضرر على الغير، أو أن هذا نوع من الخرافة. لا، ليس نوع من الخرافة يا أخوان. الآن إذا نظرنا إلى الناس أو المصابون بالعين الذين يرتدون أماكن الرقية، يعني في جميع أنحاء العالم، حتى لو فتحت اليوتيوب ونظرت شاهدت بعض الحالات التي دخل عليها العين، وهي يعني تهتز وتتحرك، يعني نقول يعني إذا كان هذا كذب فيستحيل أن يتواطأ أهل الأرض كلهم على هذا الكذب، يستحيل. بمعنى الآن إذا شاهدت حالات في اليوتيوب هي نفس الحالات التي تراها عندك هنا في بلادك، تراها في غيرك، في غير بلادك، تراها في مصر، تسمع عنها في السعودية، تسمع عنها في الأردن، هي نفس الطريقة ونفس الاستحضار. فيستحيل أن يتواطأ هؤلاء كلهم على الكذب. إذن العين حق يا أخوان، والعين تصيب البدن، وهذا البدن يا أخوان عندما تدخل عليه العين لأنها طاقة، هي طاقة قوية جدا، طاقة جبارة، تخترق الجسد فتحدث فيه الأمراض، وتحدث فيه بعض الأوجاع. لذلك المسلم أو الإنسان يتأذى من وجود العين في بدنه، فيحاول أن يعني بقدر الإمكان أن يخرجها. وخروج العين طبعا يا أخوان يعني ليس صعبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا رقية إلا من عين أو حمى، بمعنى لا رقية أنفع وأنجع كمثل رقية العين، يعني أنها سريعة وتخرج العين من البدن سريعة بأسرع مما يتصور الإنسان، خلافا للسحر وخلافا للمس. لا رقية إلا من عين أو حمى، الحمى وهي ذوات السموم من الثعابين والعقارب. لكن ما بشر به النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن العين سريعة جدا، وخروجها من البدن سريع جدا، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا رقية، أي لا رقية أنفع وأنجع وأسرع في الخروج من رقية العين ورقية لدغ الثعابين أو العقارب. فإن من لدغ بعقرب أو لدغ بثعبان فإذا رقي عليه بسورة الفاتحة فإنه يقوم كأنما نشط من عقل، كما رقى الصحابة بعد المشركين عندما كانوا ذاهبين إلى بعض أغراضهم، فصادفوا أن زعيم القرية لدغ فرقوا عليه، فيقول الراوي كأنما نشط من عقل، بمعنى كأنه كان مربوطا فحل من هذه العقد. لذلك أثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن الرقية العين رقية ناجعة، رقية نافعة، رقية سريعة. لذلك نقول يا أخوان أكثر الأمراض المنتشرة الآن هي أمراض عين، لكن كيف يعرف الإنسان أن هذا مرض عين أو غيره؟
أولا أن يأتي المرض يا أخواننا فجأة وغير مقدمة. هناك أمراض ممكن أن يتدرج معها الإنسان، تكون هناك أعراض معينة، لكن هناك أمراض تأتي فجأة من غير مقدمات. حتى الأطباء يعجزوا أن يعرفوا أسباب هذه الأمراض. فنعلم أن هذه الأمراض يا أخواننا من العين. فالإنسان مع ذهابه إلى المستشفيات وإلى الأطباء التجريبيين لا ينسى موضوع الرقية فيرقي نفسه، فيجد أن الألم وأن هذه الأوجاع وأن هذا الداء خف بنسبة كبيرة جدا. لكن للأسف يا أخوان أننا لا نثق في علاج القرآن، لا نثق. لذلك نجد أن هذه الأمراض تتمكن من البدن فتهلك البدن والعياذ بالله. لذلك يا أخوان أولا بادئ ببدء، إذا أراد المسلم أن يتعالج علاجا سريعا وعلاجا ناجعا يلجأ إلى كتاب الله عز وجل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ومن ثم هناك آثار طبعا على أن هناك يعني علاجات وصفها القرآن، ومنها العسل يا أخوان. الله جل وعلا قال: شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحبة السوداء شفاء من كل داء. كذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن العود الهندي أو القسط الهندي شفاء من 7 أشفياء أو من 7 داء. هذه يا أخوانا الأوصاف النبوية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه النصوص يا أخوانا ينبغي أن لا نغفل عنها، ينبغي أن لا نغفل عنها، ينبغي أن نعرف كيفية علاجها وما هي الكمية التي ينبغي أن نأخذها لعلاجنا من هذه الأمراض الخطيرة جدا. وهذه الأوصاف التي ذكرناها يا أخوانا من الكمون الأسود والقسط الهندي والعسل يمكن أن تستعمل كوقاية من كثير من الأمراض. قول النبي عليه الصلاة والسلام أن القسط الهندي أو العود الهندي فيه شفاء من 7 أشفياء أو من 7 داء، من 7 داء. تخيل، يقول بعض العلماء أنها كبريات الأدواء التي تصيب الإنسان. فإذا استأصل الإنسان كبريات الأمراض التي يمكن أن تأتيه بغتة، وهذه الأمراض المزمنة التي ذكرناها يعني في بداية الحلقة لا شك أن أغلبها أو بنسبة 90% تأتي بغتة، تأتي من غير مقدمات، فيتفاجأ الإنسان بها بين يوم وليلة، يحس أنه هو مريض مرض مزمن لا يرجى برؤه. لكن الله عز وجل يطمن الناس في القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ويطمن النبي عليه الصلاة والسلام أمته فيقول: ما أنزل الله جل وعلا داء إلا وأنزل له شفاء. ويطمن النبي عليه الصلاة والسلام أمته فيقول: القسط الهندي أو العود الهندي، أو يقول: عليكم بالعود الهندي فإنه شفاء من 7 داء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أيضا: الحبة السوداء شفاء من كل داء. لكن المقادير والمقاييس التي ينبغي أن نتعامل معها أو نأخذها من هذه الأعشاب التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه لا تعرف إلا بالتجربة. ولو أخذ الإنسان منها ولو كميات بسيطة يوميا كوقاية هو أفضل قبل أن يقع الفأس في الرأس كما يقال. يأخذ منها كميات، يعني يأخذ حبات من الحبة السوداء كل يوم، يعني في حدود يعني نصف ملعقة صغيرة، ملعقة شاي صغيرة، يأخذ منها ويبلع بالماء، إن شاء الله دي تبقى بقايا. كذلك يستعمل القسط الهندي في طعامه وشرابه. ده كل يا أخوانا كلها يعني أشياء ممكن نقدر نقول نستعملها كوقاية. كذلك أن نستعمل العسل ويكون في منزلنا بصورة مستمرة، وإن كان العسل يعني الآن هو غالي جدا، لكن برضو الإنسان بقدر الإمكان يجمع إن يكون العسل موجود في البيت. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث آخر: من تحسى ب7 تمرات. تأمل، من تحسى ب7 تمرات، بمعنى من أكل 7 تمرات على الريق لا يضره سحر ولا سم.
من تحس بسبع تمرات، وقيل من تمرات المدينة أو من تمر المدينة، وقال علماء هذا النص عام تمر المدينة وغيره، أن النبي عليه السلام ما قيده هنا. ذكر النبي عليه السلام في حديث آخر بأنه تمر المدينة، وفي حديث آخر لم يذكر أنه تمر المدينة، فقيل أنه تمر، أي تمر من تمر الدنيا. فمن تحس بسبع تمرات، سبع تمرات فقط، لا يضره سحر ولا سم. وهذه نعمة كبيرة جدا، والله نعمة كبيرة جدا، توجد في نصوصنا، وهي نصوص متضافرة، تبين العلاج وتبين الوقاية، لكننا ننصرف عنها إلى الأمور المادية، لأن تعلقنا يا أخوان بالماديات هو الذي يصرفنا عن حقيقة ما ينبغي أن ننصرف إليه من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحصن الحسن والحسين بقوله: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. تأمل: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. الاستعاذة يا أخوانا هي التحصن، ودي وغاية يا أخوانا، دي وغاية. الواحد من الصباح يقوم يحصن أبنائهم، الأطفال خاصة يا أخوانا معرضون للإصابة بالعين، فيقول أعيذكما، إذا كانوا اثنين يمسكا من رأسهم فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. الهوام هم أهوام الأرض من الثعابين والعقارب. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بس كلمات بسيطة جدا يحصن بها المسلم أبناءه من الصباح وبعد العصر، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. بل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه التعاويذ كان يحصن بها إبراهيم عليه السلام بنيه إسحاق وإسماعيل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحصن أبناءه بالفلق والناس، بالفلق والناس. كل هذه يا أخوانا وقاية، وكما يقال الوقاية خير من العلاج. الآن أنت لما تنوم برا في الحوش تربط ناموسية ليه؟ عشان ما تجيك ملاريا. تحصن نفسك، تحصن نفسك بهذه الناموسية حتى لا تصاب، حتى لا تلدغك هذه البعوضة ثم تصيبك بالأمراض، بالملاريا وغيرها. فأنت تقوم تتحصن، مش كده؟ ده الناموسية باعتبارها حصن بالنسبة لك أنت. طيب أنت كمسلم الآن معرض للعين، معرض للحسد، كيف تحصن نفسك؟ تحصن نفسك بقولك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا للكبار ولجميع الناس ولجميع المسلمين عفوا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا، أي منزل، من نزل منزلا، سواء كان مشت الله شاء الله مشيت بيت الجيران، ومشيت السوق، وجلست الشارع، ويعني رحلت إلى أي مكان كان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء، لم يضره شيء. ما قال ما يصيب، ممكن يصيبك لكن ما يضرك إن شاء الله. متى؟ عندما تتحصن بهذه الأذكار المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. من نزل منزلا، من نزل منزلا، أي منزل كان، مشيت رحلة الخلا، مشيت الزراعة، مشيت المغابر، مشيت بيت الجيران، مشيت السوق، المهم نزلت في مكان، تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما يضرك شيء، ما يضرك شيء. تلدغ عقرب، ما تعمل لك حاجة. تصاب بالعين، ما تضرك. تصاب بالسحر، ما يضرك. تصيبك لكن ما تضرك. ما قال لم يصيبه شيء، إنما قال لا يضره شيء، بمعنى قد تصاب لكن ما يقع عليك الضرر إن شاء الله بإذن الله. لماذا؟ لأنك تحصنت بحسن الله عز وجل، فالله عز وجل يحميك، كما قال جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. متين يحفظك؟ عندما تلتجئ إلى الله عز وجل وتستعيذ بالله عز وجل، الله جل وعلا يرسل لك ملائكة فيحفظونك من أمره جل في عليائه. أما قضية السحر طبعا مذكور في القرآن، طبعا الله عز وجل ذكر: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. السحر يا أخواننا أيضا يفرق بين المرء وزوجه، والسحر يقتل، والسحر يمرض، والسحر يا أخواننا يفعل الأفاعيل. إذا كان الأنبياء الله عز وجل عندما واجهوا السحرة كفرعون وغيره، الله عز وجل ثبتهم، حتى موسى عليه السلام خاف، الله جل وعلا ثبته فقال لا تخف إنك أنت الأعلى، لا تخف. إذن موسى خاف، حتى فرعون وجنوده سحروا موسى كما قال جل وعلا وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ما الذي سمى السحر عظيم؟ الله جل وعلا سماه سحر عظيم. هذا السحر العظيم حتى موسى عليه السلام كان بين ظهران هؤلاء السحرة فسحروه كبقية الناس، فموسى عليه السلام ما استثناه الله عز وجل، فكان كغيره، فإنه رأى هذه الحبار، رآها ثعابين كما رآها غيره. فموسى قال جل وعلا عنه فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالسحر يا أخواننا يقتل، والسحر يفرق بين المرء وزوجه، والسحر يذهب بالمال. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سحر، سحره اليهودي المعروف بلبيد بن الأعصم، وسحره في مشط ومشاطة، وأخذ منه شعيرات أو شعرات من مشطه، وعقدها 11 عقدة وسحره. كان تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه أتى أهله ولم يأتي أهله. وكثير من الناس طبعا ينكر قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر، فموسى عليه السلام سحر. الله جل وعلا قال عن موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى، بمعنى أن موسى رأى الحبال ثعابين كغيره، والله جل وعلا ما استثناه، رآها كغيره، فلكن الله جل وعلا ثبته فقال إلق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. لكن سحر النبي عليه الصلاة والسلام في بدنه، وكان هذا السحر الذي فعل للنبي عليه الصلاة والسلام كان هو سحر الموت، لكن لمقام النبوة حفظ الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام حتى تستمر دعوته عليه الصلاة والسلام، وحتى يكون هذا يعني حتى تعلم أمته أن السحر قد يقع عليها، إذا كان يقع على نبيها فمن باب أولى أن يقع على أفرادها وعلى كل مسلم. فالسحر وقع على النبي عليه السلام كغيره من البشر، لكن الله جل وعلا حفظه ولم يقع عليه سحر الموت، لأنه كان معمول سحر الموت، لكن الله جل وعلا حفظ نبيه عليه الصلاة والسلام. والسحر يا أخواننا يقتل، وكثير من السحرة الآن يا أخوان يأخذ السحر ويتعاطوه كأنه يعني من العادات، ويضرون به غيرهم. وده يا أخواننا الله جل وعلا قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، بمعنى ليس له في الآخرة من نصيب، ليس له أجر يحاسب عليه، يعني بمعنى أن الساحر لا يقبل الله جل وعلا منه صرفا ولا عدلا، يأتي يوم القيامة وليس له حسنات حتى يحاسب عليها، ليس له في الآخرة من خلاق، فيموت والعياذ بالله كافرا بالله عز وجل. لذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام على الساحر في الدنيا، قال حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. فالسحر يا أخواننا الآن يفعل في شكل صور، يعني واحد يسرق الصورة من البيت، خاصة النساء يسرقون الصور من البيت ويذهبون بها إلى الدجال أو الساحر فيعقد فيها سحرا. وهذه الأمراض المنتشرة الآن من أمراض السرطانات والموت الفجائي وأمراض الفشل الكلوي وكذا، فعشان تتأكد من الكلام ده انظر إلى هذه الصور التي يعني لعلها جاهزة، فننزلها إن شاء الله في هذا المقطع حتى تعلم أن السحرة يمعنون في القتل والتنكيل ببعض الناس من باب التشفي فقط. انظر إلى الصور إن شاء الله حتى تعلم أن القضية خطيرة. بس شوف المناظر دي، ده كله سحر الآن، صور سرقت من البيوت الآن وعمل فيها سحر. السحر الآن موجود في وجه المرأة الآن، هناك علامات سحرية قد لا نعلمها لكنها سحر، قد تكون سحر للموت. شوف
الراجل ده الآن مكتوب في رأسي سرطان موت سرطان سرطان موت سرطان. الرجل المسكين ده الآن هو لا يعلم أنه سحر وقد يكون توفي بهذا المرض والعياذ بالله، وقد يكون الآن طريح الفراش. ودي الأشياء اللي اتلقت يا أخواننا، في حاجات ما اتلقت الحمد لله، لعل الله جل على هذا الرجل يشفيه الله عز وجل. لكن أشوف مكتوب عليه شنو سرطان، أشوف المرأة الآن مكتوب عليها شنو كأنها عروسة، فراق، وجع، ألم، ما أعرف، فشل، سرطان، كل مكتوب على موت، فراق، سرطان، والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. انظر إلى هذه الصورة، موت، سرطان، فراق، قتل، لا حول ولا قوة إلا بالله. وانظر إلى هذه الصور الآن متفرقة، صور كلها مكتوبة بالنجاسات والعياذ بالله، تقربا للشياطين، تقربا للشياطين. انظر إلى هذه الصور، كل هذه يا أخوان أنواع السحر، كل أنواع السحر القاتل، يسمى السحر الأسود. شوف شايف هنا برضو الصورة، هنا فراق، طلاق، مرض، كراهية. الآن المرأة المحجبة مع زوجها، هذه الوجوه النيرة الآن يراد لها أن تفترق، يراد لها أن تطلق وتمرض، ويحصل بينهم الكراهية والعياذ بالله. شايف أنواع السحر ده، شايف السحر بالصور. انظر إلى هذه المرأة الآن مكتوب عذاب، فراق، حزن، موت، فراق، والعياذ بالله، موت. الله 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 الله، أي بشر هؤلاء؟ شوف هنا ده مرض، المسكينة البريئة دي كاتبين عليها مرض. ليه تمرض يا أخي؟ ليه؟ في شنو؟ لمن دامت هذه الدنيا؟ لمن دامت؟ والعياذ بالله، هؤلاء يتعلقوا بالدنيا. انظر شايف هنا ده كاتبين لك طلاق وفراق ومرض والعياذ بالله. حتى ما سلمت منهم طفلة بريئة، شوف الطفلة البريئة دي، موت، فراق، مرض، طفلة بريئة، طفلة بريئة. شاهدين صورة كاتبين فيه موت وفراق ومرض، ليه يا أخ؟ ليه؟ والعياذ بالله، ده كله يا أخواننا سحر، سحر الآن يصيب الناس يا أخواننا بالأمراض الفتاكة. شوف هنا ده فراق، مرض، كله فراق، مرض، يعني موت. يعني فاعل هذا السحر يمعن في استهداف الناس بالقتل والمرض. شوف زي العرسان الآن مكتوب لهم فراق ومرض وموت والعياذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. نكتفي إن شاء الله بهذا، ونكمل إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.